حسيتي ان الدور بيبحث عن لبنى ونس، يعني جاي لك عشان انتي لبنى ونس. امتى؟ بعد كام سنه وبعد كام محاوله من 2014 لحد دلوقتي؟ بصي، انا دائما ابدا لما بيجي لي دور، يعني مثلا زي جزيره غمام، انا عرفت ان كان في ناس مترشحين رائعه فيه. عبد الرحيم كمال طول الوقت، رائعه، بنحيي عبد ايوه الرحيم رائعه كمال بجد. وحسين وحسين المنباوي المنباوي طبعا، ورياض اساتذه الخولي ورياض وطارق كله لطفي واحمد اساتذه. امين وفاء المسلسل عامر ده وعلي الحجار كله، علشان ما ننساش اسم البوتقه كله العظيمه دي كلها ومحمد انتجت، جمعة وفتحي عبد الوهاب. ما عشان ما قولي ننساش. بقى لما جات لك في جزيرة غمام. يعني عشان بس هو اخر حاجه، يعني انا حسيت ان انا يعني ربنا بيحبني لانه بيجيب لي الادوار اللي بحلم بيها من غير ما اطلبها من اي شركه انتاج. يعني انت كنت بتحلمي ب انا بحلم بدور زي ده. انا طول عمري بحب الادوار اللي فيها شر، لاني ما بتسكنش فيها بسهوله. هم شايفين الست الطيبه ولأنها اللي عكس بتعيط شخصيتك وعكس الحقيقية. شخصيتي تماما، فانا جوايا طاقه لازم تخرج، ما بعرفش اخرجها مع البشر، ما بعرفش. انا دايما باجي على نفسي، وانا دايما مش مشكله اما اتظلم، خلاص دي طبيعتي عايشه بيها. فعندي طاقه وباور شريره اطلعها فين دي؟ فبطلب دايما من ربنا تجيني الادوار اللي اطلع فيها الطاقه المخزونه دي. فانا لما جالي جزيره غمام قلت يا سلام، هي دي. يعني اطلع بقى الطاقه اللي جوايا، بس مش كلبنا بقى، كالشخصيه بقى. فهي دي اللي بتبقى ايه؟ المعايشه. زين المواصف، انا جوايا طاقه شر، بس مش زين المواصف. زين المواصف دي سورس وسوسه الشيطان. وكانت السوشيال ميديا بتتفاعل مع كل مشهد بتعمليه بنجاح كبير، واكيد ده كان بيديكي ثقة اكتر، جدا، سعادة الحمد لله اكبر. الحمد لله والله. نفسك في ايه يا لبنى؟ يعني طموحك، انت بقيتي الادوار بتيجي عليكي، اوكي، حتى لو مشهد معروف انت هتعمليه ازاي وهيطلع بيه بصمة. انت بتحلمي بايه دلوقتي؟ نفسك في ايه؟ انا ولا انت نفسي، بتحبي الشغل وخلاص؟ انا بصي، انا كلبنى، انا الحمد لله عملت كل الادوار اللي اي ممثل نفسه يعملها. فانا ما عنديش يعني ما يعني ما بقاش ليا نفسي انا في حاجه. اللي هيجيبه ربنا هجتهد فيه واذاكره وهعمله عشان احترم بيه نفسي واحترم جمهوري، وهابدع فيه ان شاء الله ربنا يديني إن العمر. شاء يعني الله. لا، نفسي ولادي بقى، يعني يوسف، تتمني إيه ادهم، بقى ليوسف وأدهم وعمر؟ اتمنى انهم ياخدوا فرص تناسب مواهبهم، لان هم بالفعل موهوبين. مش لان انا امهم ولا بقول كده، لا، لان هم بالفعل اشتغلوا وعملوا مسلسلات وعملوا ادوار برضو السوشيال ميديا اشادت بيهم جدا على كل المستويات. فانا شايفه اولادي موهوبين، نفسي ربنا يكرمني فيهم، علشان هم اللي نفسي فيهم بقى، يعني هم دول الحلم يعني بالنسبه لي طموحك في نجاح في ولادي ولادك بقى. ان شاء الله يا رب، بالظبط. ربنا يكرمك فيهم. رحيم، رحيم ده لافت حفيدي. نظري، رحيم ده حفيد لبنى، الحفيد الوحيد حتى الان. ربنا يرزقك يا رب يا رب بالولاد كمان ان يا شاء رب. الله. رحيم بتتعاملي معاه ازاي؟ رحيم ده اكبر فنان فيهم كلهم. طبعا ده عالمي. رحيم ده، بصي، انا مع رحيم، انا تيتا، انا صاحبته، انا صاحبه، انا معاه في المدرسه. بصي، انا كل حاجه بلعب انا وهو كاني قده بالظبط، بنتنطط وبنتشقلب وبنجري، وبحس معاه بطاقه وباور، وبحس اني عيله صغيره، وانا بفرح جدا في الاحساس ده. فرحيم بالنسبه لي كل حياتي. رحيم يا رب دايما هو يا اسم رب على مسمى يا رب. بالنسبة لك وبالنسبة لنفسه وبالنسبة لآية حبيبتي مامته الجميلة. حبيبتي ويا رب ربنا يكرمك كده في ولادك ونشوفهم أحسن حاجة، وربنا يا رب يكرمك برضو يا رب. بأدوار حلوة كتير، أتمنى وإنتي نموذج أدوار مغيرة. بجد ملهم ورائع لست انحازت لأمومتها وربت ولاد زي الفل، ثم بعد كده ربنا كرمها لما دعت واجتهدت وعملت الحمد لله مجهود وما تكبرتش، فربنا كرمها الحمد كرم لله. كبير جدا. سعداء بيك يا لبنى أنا كمان سعيدة وبتجربتك، جدا جدا بيك يا سوسو وبالبرنامج. ربنا يخليك يا لبنى.